يلحق بنا الرئيس المدير العام للشروق وأيضا رئيس مؤسسة الشروق الخيرية، يلتحق بنا عبر الهاتف رشيد فضيل. الأستاذ رشيد فضيل، مرحبا بك أستاذ. مرحبا، مساء الخير، مساء الأنوار، مساء التضحيات، مساء المقاومة، مساء العزة والكرامة. مساءك عزة وكرامة أستاذ رشيد فضيل. طبعا الشروق مش جديد عليها أبدا التضامن مع فلسطين، وإن كان الشروق لا تعتبر التضامن مع فلسطين يعني بهذا المصطلح تضامن، لأنه التضامن يكون مع من لهم قضية أخرى، لكن هي قضيتنا أستاذ رشيد فضيل. نعم، شكرا أختي مريم، وتحية خالصة لك ولكل الزملاء في قناة حنا بعل، من المدير إلى كل الصحفيين والتقنيين بهذه القناة التي فتحت المجال لشعبي البلدين اليوم في أن يعبروا عن تعاطفهم، عن مساندتهم، عن وقوفهم مع إخوانهم في غزة حتى لا يستفرد بهم العدو الصهيوني. طبعا الشروق كعادتها منذ الحروب التي خاضتها غزة، خمسة حروب خاضتها غزة، وقفت مع الشروق من أول حرب، يوم كان الراحل علي فضيل في 2008 أسس لجنة مناصرة غزة مع المجاهدة الكبيرة جميلة بحيرة، ومع المجاهد الكبير الراحل الأخضر برقعة، ومع السياسي الجزائري المحنك عبد الحميد مهري، وجمعوا التبرعات وحولوها إلى غزة، بنيت بها المدارس ودور للأيتام والمستشفيات والسيارات الإسعاف التي حولت إلى أهلنا في غزة، وأيضا حاويات من الأدوية وكثير من البضائع والسلع. حفر الأبار كذلك أستاذ، وحفر الأبار نعم كذلك. فسائرون على نهج الراحل علي فضيل في تقديم المساعدة. نحن لا نتضامن فقط مع إخواننا في غزة، فلسطين هي قضيتنا، هي قضيتنا المبدئية، هي قضية وجودنا، قضية وجود لا قضية حدود. فنحن نؤدي جزءا من واجبنا، ونريد أن نبرئ ذمتنا أمام الله. ونحن نرى هذا التكالب الغربي والتكالب الصهيوني على إخواننا ومحاولة الاستفراد بهم. نحن اليوم نقوم بجهاد المال، والله سبحانه وتعالى قدم جهاد المال على جهاد النفس. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم جهاد المال على جهاد النفس، فالذي لا يستطيع أن يضع يده في جيبه ليخرج 100 دينار لا يستطيع أن يجاهد بنفسه. ولذلك نحن نفتح الفرصة لكل من تأثر بهذه المناظر الفظيعة، بهذه الجرائم التي ترتكب في حق إخواننا في غزة، نمنح لهم الفرصة في أن يجاهدوا بأموالهم، في أن يجاهدوا ولو بدينار واحد، حتى تبرأ ذمتهم أمام الله وأمام التاريخ. نعم أستاذ رشيد فضيل، اليوم ربما أكثر من كونها حرب ضد غزة، ضد الفلسطينيين، ضد مقدسات المسلمين على الأرض المقدسة، اليوم كذلك هناك حرب أخرى أو طريقة أخرى من أجل وسائل أخرى، أسلحة أخرى من أجل خوض هذه المعركة، وهي الحرب الإعلامية. اليوم أهمية أن نتكاتف جميعا في الجزائر وفي تونس وكل الإعلام العربي من أجل نصرة قضيتنا المركزية. نعم نعم، في الحقيقة الحرب الآن ليست فقط حرب بنادق وحرب خنادق، الحرب الآن أيضا تجري على الفضائيات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ذلك أن العدو الصهيوني يخوض معركة تشويه للمقاومة، ويحاول أن يقدم صورة بشعة داعشية عن مقاومة شريفة محتلة أرضها، يدافع عن الأرض وعن العرض. لكن أختي مريم، أنت تمنحينني فرصة لأقول أننا يجب أن نعترف أننا كأصحاب قضية نعاني من خلل في الاتصال والتواصل. هناك هجمة غربية مركزة على تشويه رجال المقاومة،
وهناك تدفق كبير في الأخبار المغلوطة، وهناك بروباغندا في الإعلام الغربي. نحن لم نضبط خطة اتصالية إعلامية تنأى بالمقاومة بتحمل أعباء الحرب. لذلك واجبنا نحن كإعلاميين، نحن كصف أول في المقاومة لشرح قضية المظلومين والمستضعفين، فواجبنا أن نعطي الصورة الحقيقية، صورة شعب محتل يطالب بحقه، بأبسط حقوقه في العيش حرا ومستقلا على أرضه. لدينا الإمكانات الإعلامية ولا بد أن نفعلها. لدينا من رجال الإعلام ومن الفنانين ومن الرياضيين ومن المؤثرين والمؤثرات ما يمنحنا الفرصة لأن نعطي الصورة الحقيقية لمعاناة إخواننا في غزة، ونعطي الصورة الحقيقية للمقاومة الشريفة في غزة أيضا. كذلك أيضا من الصور الأخرى السلبية ضمن الحرب الإعلامية الشرسة أيضا أستاذ رشيد فضيل، كذلك أيضا مسألة التطبيع، مسألة الخيانة من قبل بعض الدول العربية للأسف للقضية المركزية، القضية الفلسطينية. اليوم ما دور وسائل الإعلام من أجل الوقوف ضد هذا العمل الشنيع الذي لا يمكن وصفه بغير الخيانة أستاذ رشيد فضيل؟ نعم.